والحمد لله انجاز ليه هو زوين. اي واحد كيبغي يلعب النهائي ديال السوبر كوب و باش ياخذ اللقب. الحمد لله الغرض ديالنا حنا اللي مشينا عليه هو باش ناخذوا ونفرحوا جمهور الرجاء البيضاوي. كيف ما كتشوف دابا الاستقبال كيفاش داير للمسيرين للاعبين الجمهور كلشي فرحان، وكنظن حتى الصحافه انتم راكم فرحانين. وبالفعل اي لقب مزيان للفريق. حنا كنشوفوا شحال ديال المقابلات لعبنا ودينا واحد جوج الكؤوس في هذا العام هذا. ان شاء الله دابا غادي نساو هذا الكاس وغادي نفكروا في الدوزيام بلاص ديالنا باش نلعبوا ان شاء الله عصبه الابطال السنه اللي جايه ان شاء الله. هذا هو اللي بالنسبه للجمهور الكريم. حنا جمهور كريم ما عندنا ما خصومه دائما.